لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. نطلب الله سبحانه وتعالى يفرج عليك الهموم وينفس عليك الكرب. أخي محمد الله يفرج عليك. إذا كان المشكل هو معنوي، صراعات أو مضايقات أو إكراهات، فربنا سبحانه وتعالى هو المفرج. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نردد دوما إذا كان هناك المشكل معنوي كان إكراهات، نردد دوما دعاء سيدنا يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نقولها ثلاث مرات أو مرارا وربي غادي يفرج بإذن الله. وإلا كان مشكل مادي مالي طبعا نكثر من الاستغفار، الاستغفار على طول، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، فكل الحلول ميسرة من توجه إلى الله تعالى. فربنا هو القادر على كل شيء. أسأل الله أن يخفف عنك الهم والغم، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.